السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي قناة معلومة مفيدة. موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم الثلاثاء 25 آسف الاثنين 24 فبراير 2020. المباراة مؤجلة من الجولة الرابعة في الدوري المصري، هتتلعب اليوم بإذن الله تعالى بين الأهلي والزمالك الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة وبلاد الشام وليبيا والسودان، الساعة 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة والكويت وقطر والبحرين والعراق، الساعة 9:30 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، الساعة 6:30 مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، الساعة 5:30 مساء بتوقيت جرينتش وكذلك موريتانيا وإنجلترا. المباراة هتتذاع على قناة أون سبورت، ومعلق المباراة هيبقى حاتم بطيشة ومؤمن حسن. المباراة زي ما قلت مؤجلة من الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز. أنا اتأخرت عليكم، أنا آسف في الفيديو دوت بالذات، لأني ما كنتش أتوقع إن المباراة تتلعب بصراحة، كنت متوقع إنها تتأجل، علشان كده اتأخرت عليكم. لو عجبك الفيديو عامة اشترك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو لو حضرتك أول مرة تجيلنا، ويا ريت لايك للفيديو، وأنا أراك في فيديو آخر بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.